السلطة ميالة لأنها تحاصر معارضيه، خصوصا إذا كانت شرعيتها مهتزة مثل هذه السلطة الآن. هو نفسه سعيد قال 9% أفضل من 99%، إقرار بأنه أكل مشروعية، وكان الرقم الهلامي تلاشى. صحف دولية كتبت أنه حزامه تلاشى. المعارضة حتى نختم، ورؤيتكم أنتم في حركة النهضة للخروج من هذه الأزمة، كيفاش عمليا، كيف السبيل لتفعيل فرض الديمقراطية بدءا من لحظة 14 جانفي نهار السبت، هذه المسيرة التي أنتم تحشدون لها الصبيحة والمساء؟ شوف الأمر واضح، ما نخطيوش عين الشمس بالغربان، ثم دبابة مسكرة باب البرلمان، واضحة الحكاية. تخرج الدبابة، زوز دباباتهم، يخرج زوز الدبابات هذنك، يسكن قيس سعيد. المعارضة والشعب التونسي ليس لهم إلا أن يعبروا عن أنفسهم نهار 14 جانفي وبعد 14 جانفي بالطرق السلمية والمدنية، على مؤسسات الدولة، على العقلاء في مؤسسات الدولة أنهم ينتبهوا. راهو إذا كان الشعب يئس يسقط الجدار ويسقط السقف على الجميع. راهو آخر حصن لمؤسسات الدولة هم المعارضين هذوما اللي مخلقينكم. راهي الأحزاب السياسية هي آخر حصن يدافع عنكم. لأنه إذا كان نحيتوا الحصن هذا، نحيتوا الأحزاب السياسية والمعارضين ومنظمات المجتمع المدني، باش تلقاو أنفسكم في مواجهة شعب جائع وخائف. وقت البلد الكل باش تسكت. نحن لا نريد لتونس اللي هي عزيزة علينا كل أن تسكت. ما نحبوش للشاب التونسي يخرج مرة أخرى ويعرض صدره للكرتوش. ما نحبوش ليستة أخرى في الشهداء. ما نحبوش أمهات تبكي على أولادها. ما نحبوش آباء يبكيوا على أبنائهم. ما نحبوش شباب تونس يرمي روحه في البحر باش جثته يرميها الموج وهي أشلاء أو هي معناها منزوعة الأعضاء. ما نحبوش الرضع التوانسة ما يلقاوش حليب في ثدي أمهاتهم. مطلوب من مؤسسات الدولة أن تستمع على التوانسة. المشكل اليوم مع قيس سعيد، انتهى قيس سعيد، مش هو المشكل. مؤسسة الدولة تنتظر واجهة ضعيفة، قوة المعارضة لمن يقف وراءه. مؤسسة الدولة تراقب، يوم تقتنع بأن هذه المعارضة لها بديل ولها من القوة ولها من التصميم، مش يعمل دورة ويروح تنفيس ويرجع، مؤسسة الدولة وقتها سترفع يدها على الدبابة. واضح. على كل حال حتى الكلام هذا غير مقبول، لأنه اللي عمله قيس سعيد هو أن ورط الناس في جريمة. ولكن نحن نحترم مؤسسات الدولة ونعتبر أن هذه المؤسسات الدولة هي مؤسسات دولة ديمقراطية، وأن التخلص من الجريمة هذه يكون من خلال رحيل قيس سعيد. وبعديك نحن كلنا توانسة باش نأخذ مع بعضنا وباش نخططوا مستقبل تونس مع بعضنا. ومش ممكن تونس كلها مستقبل إلا مع الجميع، كلنا مع بعضنا، لا نقصيه حتى حد. نحن وبلادنا تسعنا كلنا وقادرين كلنا نعيش فيها مع بعضنا في راحة وفي حرية وبكرامة. لكن يزمنا نحطه القوس هدايا وراء ظهورنا ونتعلم الدرس، لأنه يعني درس قاسي علينا الكل، وهذه فرصتنا الأخيرة. نعم، شكرا جزيلا سيد أحمد قعلول الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة. كنا نتمنى أن يكون معنا سيد نور الدين الغيلوفي، إن شاء الله يكون المانع خير، وكما قلنا إن شاء الله خير، وإن شاء الله النخبة التونسية تنجح في فرض عود ديمقراطية، وكذلك في النجاح في إيجاد صيغة متاع حوار يخرجنا من عنق الزجاجة. المشكل الأهم كيف السبيل لفرض واقع سياسي يأمن الحد الأدنى من المستوى المعيشي المتدهور، والذي بات لسان يعني كل المنظمات والتقارير الدولية التي عبرت عن خشيتها من تدهور وضعها. نلتقي غدا إن شاء الله بإذن الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس، في أمان الله.